يجري الآن أيضا في نفس الوقت عمليات إكمال التنقيبات الأثرية للقصور قصر الآشوري المجاور للجامع، والهيكل الجامع اكتمل، والآن يجري عملية الإنهاءات في الجامع. أكيد نفس المواد الأصلية اللي كانت موجودة في السابق، ويتميز دائما الإكساء الخارجي بحجر الحلان الموصلي والإكساء الداخلي بالفرش الموصلي، هذا يعتمد بنفس الأشياء اللي كانت وإعادته بنفس الخطوط وبنفس الكتابات وبنفس أقرب ما يكون لشكله السابق. أكيد التصميم يعني صار عليه تحديثات تطوير بحكم أنه المتغيرات الجديدة بعد تفجير التل ويعني تجريفه، فاقتضى الأمر بعض الحلول الهندسية حتى نعالج هذه الأمور، فالتغييرات اللي كانت هي اللي صالح المشروع بما يتناسب مع سلامة المنشأ الموجود الجديد اللي يستحدث. حاليا حوالي 70% نسبة الإنجاز، والعمل مستمر في الإنهاءات، نتوقع خلال سنة إن شاء الله.